بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ألفيات الإمام ابن مالك رحمه الله في النحو مع القراءة من شرحه لابن عقيل رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 18. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. قال الشارح رحمه الله: يريد أن المعرب خلاف المبني، يريد أن المعرب خلاف المبني. وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، مر بنا أن علة البناء هي شبه الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني، فما أشبه الحرف بني. فالمعرب ما لم يشبه الحرف، إذن ما لم يشبه الحرف فهو معرب. قال: وينقسم إلى صحيح، وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض. يعني الإمام ابن مالك رحمه الله مثل للأسماء المعربة، وهنا يقول الاسم منه معرب ومبني، فالأسماء المعربة مثل لها بمثالين: أرض وسما. لماذا اختار هذين المثالين؟ قال: التمثيل بأرض هو مثال للاسم المعرب الصحيح، وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض. آخره حرف ليس من حروف العلة، وهي الواو والألف والياء، فأرض هذا مثال للاسم الصحيح المعرب. قال: وإلى معتل، وهو ما آخره حرف علة كسما. المعتل ما آخره حرف علة كسما. قال: وسما لغة في الاسم، سما معناها اسم. قال: وفيه ست لغات، كلمة اسم فيها ست لغات: اسم واسم، قال بضم الهمزة وكسرها، اسم اسم، وسم وسم، سم سم اللي هي بضم السين، وسم بكسر السين، قال بضم السين وكسرها، وسما وسما، سما بضم السين وكسرها أيضا وسما، اسم اسم، سم سم، سمن سمن. فهذا مثال للمعتل الذي آخره حرف علة هو سما. قال: وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. إذن المعرب يقال له المتمكن، الاسم المعرب يقال له أيضا الاسم المتمكن، لأن التمكين هو بمعنى الإعراب، فنفهم من هذا أن المبني يقال له غير المتمكن. إذا وجدت هذا المصطلح، يعني اسم غير متمكن، يعني المراد بهذا أنه مبني. أما إذا قيل اسم متمكن فمعناه أنه معرب. ثم المتمكن أي المعرب ينقسم إلى نوعين: إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. فالمتمكن الأمكن هو المنصرف، والمتمكن غير الأمكن غير أمكن هو الاسم المعرب الممنوع من الصرف. فالمنصرف سموه متمكنا أمكن لأنه متمكن في باب الاسمية، قال المقصود هنا أنه تمكن في باب الاسمية لأنه لا يشبه الفعل، ولا لأنه لا هو المتمكن الأمكن لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف، فهو متمكن في باب الاسمية، يعني لا أشبه الفعل ولا أشبه الحرف، ليس هناك شبه مع الفعل ولا مع الحرف، فهو متمكن أمكن، تمكن يعني في باب الاسمية، وأمكن هذا زيادة في
يعني في تمكينه، لأنه لا أشبه الفعل ولا أشبه الحرف. وأما غير المنصرف فهو متمكن غير أمكن، غير المنصرف متمكن غير أمكن. قالوا لأنه يشبه الفعل في أنه لا ينون، يعني غير المنصرف الممنوع من الصرف لا ينون، ففيه شبه من الفعل لأن الفعل لا ينون. وأما غير المتمكن وهو المبني فهو ما أشبه الحرف. لذا نستطيع أن نقول إن الأسماء ثلاثة أقسام، يعني قسم أشبه الحرف فهو المبني ويقال له غير متمكن، يعني لم يتمكن في الاسمين، وقسم أشبه الفعل، هذا اللي هو الممنوع من الصرف لأنه أشبه الفعل في أنه لا ينون، التنوين من علامات الاسم، فأشبه الفعل فهذا يقال له متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. وأما القسم الثالث فهو الاسم الذي لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف، فهذا يقال له متمكن أمكن وهو الاسم المنصرف. مثل لغير المنصرف أي الممنوع من الصرف، مثل له بأحمد ومساجد ومصابيح. فأحمد ممنوع من الصرف لعلتين، وهي العلمية ووزن الفعل، أنه علم وأنه على وزن الفعل. وأما مساجد ومصابيح فهذان مثالان للممنوع من الصرف لعلة واحدة، فمثل الممنوع من الصرف لعلة وللممنوع من الصرف لعلتين. قال فغير المتمكن، قال فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. ثم قال وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت، كيرعن منفت. هنا يرعن منفت، هنا يرعن منفت، هذه جملة، يعني فالجملة إيه محكية، الجملة محكية، يعني فالكاف هنا إيه تجر هذه الجملة المحكية. طيب يقول لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. يعني الأسماء الآن بينا أن الأسماء منها معرب ومبني، والمعرب هو الأكثر في الأسماء، يعني أكثر الأسماء معربة، والمبني أبواب مخصوصة استثنية مرت بنا، يعني اللي هي الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة إلى آخره، فأبواب معينة هي التي بنيت من الأسماء، وما عداها من الأسماء مما لم يدخل تحت هذه الأبواب فهو معرب. فالأسماء يعني منها معرب وهو الأكثر، ومنها مبني وهو أبواب مخصوصة منها. فبعد أن بيّن المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. قال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. طبعا كما تعلمون النحاة لهم مدرستان يعني أساسيتان كبيرتان، وهما البصرة والكوفة. مذهب البصريين هو مذهب جمهور النحاة، هو مذهب جمهور النحاة البصريون، ومنهم الخليل بن أحمد، وبعده سيبويه، وبعده الأخفش، ويعني ثم بعدهم يأتي المبرد والعباس المبرد، هذا هو اللي راح ذهب إلى بغداد واستقر فيه، يعني ظلت المدرسة البصرية لغاية المبرد الذي ذهب إلى بغداد. مدرسة الكوفية اللي هي الكسائي وبعده الفراء، وبعدين يأتي بعد ذلك ثعلب
الإمام أحمد بن يحيى الملقب بثعلب رحمه الله وصاحب كتاب الفصيح. فثعلب أيضا ذهب إلى بغداد, يعني استقر في بغداد, فاجتمع في بغداد إمام البصرة وإمام الكوفة, فبدأ تنشأ المدرسة البغدادية اللي هي من التلاميذ الذين كانوا يحضرون للمبرد ولثعلب يسمعون من هذا ومن هذا, وبدأوا يؤسسون يعني مدرسة تجمع بين المذهبين وتختار من هذا ومن هذا وتتوفق بينها. فكان ممن اشترك في التلمذة على المبرد وثعلب اللي هو الزجاج اللي هو صاحب إعراب القرآن رحمه الله. فهذا تلميذ المبرد وثعلب, وبعدين هو يعني يعتبر ممن يعني ساهم في تأسيس المدرسة البغدادية. لكن البغدادية يعني هي جمع بين الكوفة والبصرة, يعني لكن المذهبان الرئيسيان هما البصري والكوفي. فهنا يعني من مسائل الخلاف بينهما, تأتينا مسائل الخلاف كثيرة ونحن نسير. طبعا عامة النحاة يعني يميلون إلى مذهب البصريين, يعني لذلك هو مذهب جمهور النحاة. بعد ذلك تأسست مدارس يعني في الأندلس, يعني مثلا ابن مالك رحمه الله أندلسي وأصحابه, المدرسة المصرية مثل ابن عقيل وابن هشام وغيرهم, فالمصريون والشاميون والأندلسيون والمغاربة وغيرهم كلهم في النهاية يعني يرجعون في الأساس يعني إلى الكوفة والبصرة, يعني مذهبان الرئيسيين. بعد كده يعني ترجيحات يأخذ من هذا شوية ومن هذا شوية. فقال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال, أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال, فالأصل في الفعل البناء عندهم. البصريون قالوا الأصل في الأسماء الإعراب إلا ما استثني, هذا اللي هو المشهور, الأصل في الأسماء الإعراب أسماء معربة وهذا هو الأصل فيها, وهناك استثناءات يعني أسماء مستثناة بنيت, البناء هنا على خلاف الأصل في الأسماء. وأما بالنسبة للأفعال فقالوا الأصل في الأفعال البناء, لذلك كما سيأتي يعني على مذهب البصريين الفعل الماضي مبني دائما, فعل الأمر مبني دائما, وفعل الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد وإذا اتصلت به نون النسوة, فيتبقى الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة, فهذا يعني ضارع الاسم يعني أشبه الاسم فأعرب. فالإعراب يعني فرع في الأفعال, أصل في الأفعال أنها مبنية إلا ما استثني منها وهو المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة, فهذا يعني خرج عن الأصل. قال فالأصل في الفعل البناء عنده. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال, الكوفيون يقولون الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال, وحتى الأفعال الأصل فيها الإعراب, وكأن بناء الماضي وبناء الأمر, ويعني هذا خروج عن عن الأصل يعني وبناء المضارع الذي اتصل به من التوكيد أو من النسوة. على تفصيل يعني سيأتي أيضا حتى هناك نزاع في بعض ما يعده يعد معرب من الأفعال, يعني ما هو معرب في مذهب مبني في مذهب. قال والأول هو الصحيح اللي هو مذهب البصري, زي دايما تلاقي هنا يرجح البصري يذكر مذهبين ويرجح البصري. قال والأول هو الصحيح. قال ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط, ضياء الدين بن العلج صاحب كتاب البسيط, هذا أحد تلاميذ الإمام أبي علي الشلوبين. تعرفون أبو علي الشلوبين هذا شيخ ابن مالك رحمه الله, هو أحد شيوخ ابن مالك, لكن ابن مالك لم تطل ملازمته له, يعني ابن مالك له شيوخ آخرون يعني تأسس عليهم في الأندلس لكنه لازم يعني لكن لم يكونوا مشهورين, يعني هو أشهر شيوخه
اللي هو في الأندلس اللي هو الأستاذ أبو علي الشلوبين، وورد في ترجمة الإمام ابن مالك أنه لازمه 13 يوما فقط، يعني لازمه 13 يوما فقط، يعني قرأ عليه وحضر دروسه 13 يوما، لكن يعني اشتهر بالانتساب إليه. فهو هنا ابن العلج هذا من تلاميذ الإمام الشلوبين. سيأتينا بعد قليل برضو إمام تاني اللي هو ابن عصفور سينقل عنه، هو تلميذ آخر للشلوبين. يعني كل هؤلاء ابن مالك وابن العلج وابن عصفور كل دول تلاميذ الإمام أبي علي الشلوبين. يقولون الشلوبين في لغة الأندلس معناها الأبيض الأشقر. الأبيض الأشقر نعم، هذا اللي هو الأستاذ الشلوبين، هذا اللي هو شيخ ابن مالك وابن العلج وابن عصفور. فقال: ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء، يعني ذاك عكس البصريين تماما، عكس البصريين تماما. يعني البصريون قالوا الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، الكوفيون قالوا الإعراب أصل فيهما الأسماء والأفعال. المذهب الثالث اللي هو حكاه ابن العلج هذا اللي هو عكس البصري، قالوا الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. قال: والمبني من الأفعال ضربان. والمبني من الأفعال ضربان، يعني قسمان أو نوعان، أحدهما ما اتفق على بنائه. يعني زي ما ذكرنا الأفعال المعرب والمبني منها منه إيه ما هو محل نزاع، يعني فمن الأفعال ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن. إذن عندنا قسم من الأفعال اتفق على بنائه وهو الفعل الماضي. طيب يبنى على ماذا؟ هنا أيضا المبنى عقيل يمشي مع إيه؟ مع طريقة البصريين. الفعل الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، الاتصال بواو الجماعة. وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل تاء الفاعل، يعني عندنا الفعل الماضي زي ضرب، إذا لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك يبنى على الفتح، تقول ضرب زيد عمرا، فهنا ضرب مبني على الفتح، فعل الماضي مبني على الفتح. طيب إذا اتصل به واو الجماعة تقول الرجال ضربوا مثلا ضربوا زيدا، فضربوا زيدا هنا ضرب نقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل. طيب إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع اللي هو الضمير الذي يعرب فاعلا ويكون متحركا مثل يعني تاء الفاعل التي تضم وتفتح وتكسر، تقول ضربت ضربت ضربتي. وعندنا أيضا عندنا أيضا إيه ناء الفاعلين، تقول ضربنا ضربنا زيدا، ناء هنا تنتبه لها لأن ناء قد تأتي للفاعلين أو للمفعولين، يعني ممكن تقول ضربنا زيدا أو ضربنا زيد. يعني تقول ضربنا زيدا ضرب، أنا نقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، هنا فاعل هنا فاعل، وبعدين زيدا مفعول به مفعول به. لكن لو قلت ضربنا زيد إذا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح وناء مفعول به، هنا هذا ليس ضمير رفع متحرك وإنما هو ضمير إيه؟ ضمير نصب، فليس ضمير رفع، فهنا ليس هناك سبب للبناء على السكون، شرط البناء على السكون أن يكون ضمير رفع. إذا قلت ضربنا زيد ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد هو الفاعل. وعندنا أيضا نون النسوة تقول النساء ضربنا مثلا، هنا ضربنا نقول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة.
فإذا فعل الماضي إما أن يبنى على الفتح إذا لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ماذا يقولون ضمير رفع متحرك؟ لأن في عندنا ضمير رفع ساكن اللي هو ضرب ألف الاثنين، هذه هي ضمير رفع، هي الفاعل ولكن هي ضمير ساكن يعني ليس متحرك، فهذا لا يمنع البناء على الفتح، إنما الذي يمنع البناء على الفتح هو ضمير الرفع المتحرك. طيب هذا مذهب البصريين. الكوفيون يقولون الفعل الماضي مبني على الفتح دائما مبني على الفتح، بس الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدما، يعني لا يقولون الفعل الماضي يبنى على السكون ولا على الضم، لا هو مبني على الفتح دائما، بس الفتح هذا إما أن يكون فتحا ظاهرا أو فتحا مقدما. طيب يبنى على الفتح الظاهر، يبنى على الفتح الظاهر إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على فتح مقدر إذا اتصل به واو جماعة أو ضمير رفع المتحرك. فمثلا في إعراب ضربوا، الإعراب البصري نقول مبني على الضم لاتصال به الجماعة، لكن في الإعراب الكوفي نقول ضربوا، نقول ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن واو الجماعة يناسبها أن يضم ما قبلها، واو الجماعة يناسبها الضمة قبلها، فهما يقولون مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. وإذا قلت في حالة اتصال الفعل الماضي بضمير رفع متحرك في قولك ضربت، فيقولون ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره دفع توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، دفع توالي المتحركات أو توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، يقولون يعني الفعل مع الضمير كأنه كلمة واحدة، وفي الحقيقة هو كلمتان، فلهذا لا يقولون في كلمة واحدة إنما يقولون فيما هو كالكلمة الواحدة. فهنا يثقل تتابع أربع متحركات، يعني لو أنك أبقيته مبنيا على الفتح كنت ستقول ضربته فتصبح أربع متحركات، فمنعا لتوالي أربع متحركات سكنوا الثالث.